بصي هي مش لغات، هي لهجات. المغربي مثلا، يعني انا رحت المغرب قعدت شهرين عملت مسلسل هناك، فالشهر او الشهرين دول علموني شويه المغربي. يعني ممكن مثلا اقول لك دلوقتي كان يهدروا معاكي بالمغربيه، بس كانت تفهمي عليا الهدره ديالي صعيبه بالزاف، صعيبه قوي صعيبه قوي. فتعلمت المغربي وحبيته، يعني خلال الشهر حبيته جدا، فبقيت بتكلم شويه مغربي. الكويتي، انا بحب اتفرج على مسلسلات كويتي. وحياة الله، والله عفاتشي، والله نورتيني بالدار هنا، يعني الحاجات دي. أنا بحب اللغة الكويتي. السوري بقى، أنا سافرت سوريا برضو عملت مسلسلين هناك، واحد اسمه عابد كرمان والتاني جورن الشاويش، فتعلمت برضو اللهجة السوري. هلأ بحكي معك بالسوري، انت هتفهمي عليا إذا الحكي ديالي بيناسب حكي. فبحب اللهجة السوري كمان جدا وتعلمتها. ايه تاني؟ الصعيدي، انا مامتي صعيديه وجدتي اللي مربياني صعيديه، فدايما تقول لي اقول لك ايه عاد ما يصحش الكلام ده، احنا حدانا ما نقولوش الحاجات دي. فالصعيدي برضو حلو، ولغه جميله ولغه فيها اصاله. الفلاحي بشوفه بقى مثلا في الناس اللي بتشتغل، وبنشوفها بتتكلم بالفلاحي، وبنشوف اللهجه بتاعتهم، لهجه جميله جدا برضو الفلاحي، وفي منها كمان شرقاوي، وفي في تفاصيل كتير. الشعبي بقى، فكلنا عارفين اللهجه الشعبي، البنت لما بتتكلم شعبي كده وتبقى بنت بلد بقى بتبقى جامده، بتملى مركزها. والانجليش، انا اوريدي دارسه انجليش في الجامعه والمدرسه. الفرنساوي بقى اتعلمته من واحده صاحبتي علشان احاول اعمل الفيديو كده. والايطالي برضو اتعلمته من حد من اصدقائي بيتكلم ايطالي.